بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين القناة، اكو خبر النشر انه الفيزا راح ترفع بين العراق وتركيا. طبعا ماكو هيك شيء، الفيزا ماكو، ما ترفع، تبقى الفيزا، بس راح يسهلون الامور مالتها. ماشي، يعني اكو خبر انتشر انه رئيس الوزراء ما اعرف منو ملتقي بشخصية وما ادري سفير ومن هالسوالف، واني نوهت على هاي السالفة. شغلة الفلوس ما يخلوك بلاش انت تجي من العراق الى تركيا، هاي كذب. العراق هو شغلته كلها فلوس، زين. فالمهم راح يسهلون الامور، يعني مثلا هاي الشغلات الاجراءات مالتهم الصعبة والرفض والكذا احتمال تتسهل، لا اكثر ولا اقل. حبيت انوه على هذا الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.